لازم اقرا ان شاء الله الكتاب السابع بتروحوا بترجعون بعد شهر ثلاثة اقرا اذا ان شاء الله والمشكله بمن يسال لا يريد ان يواجه نفسه طب ليش اقرا؟ ما هو عشان نفسك وعشان الطمانينه وعشان تستقر وعشان تقعد معها وعشان تفتح لك نوافذ وابواب وثقافات وتمكن نفسك من اللغه كل هذا بس التلفزيون اسهل بس اليوتيوب اسهل بس البلاي ستيشن اسهل بس بالمناسبه في كافيه في عمان من طابقين للعب البلاي ستيشن عارفين مين اكثر رواده طلاب فخور لما تعرفت على الشخص صاحب المكان فخور انه اكثر رواده طلاب بيصيروا الثلاثه الفجر بيلعبوا بلاي ستيشن وهم نفسهم اللي سنه سادسه مخلصين اليو اس انديز عشان يطلعوا هذا اللي مش عارف الله حقه هذا اللي الوحي النفس الكون لا يعرف فيها الا الكون ما له علاقه لا بالوحي ولا بالنفس من الاشياء المهمه اللي ببالكم من كان كتابه شيخه فلا شيخ له ومن كان كتابه شيخه فشيخه الشيطان وقال من كان كتابه شيخه ايش كمان فخطاه اكثر من صوابه صارت عندنا موضع عثمان ابراهيم يفاخر بمقابلة الجزيرة أنا شيخ نفسي ويفاخر بأنه ما قرأ على شيخ يفاخر طبيعي يعني أنا ما سمعتها طبيعي جدا أفعالك لا أحتاج أن تقول هاي العبارة أنت زلمة شيخ على فكرة ما في شيخ عندك الشيخ الوحيد اللي شوي بمجده أبو حامد الغزالي شوي بمجده أبو حامد الغزالي لكن أنه يثني ركبه عند الناس ويحترمهم وكذا هي صعبة ليش؟ لأنه يا جماعة الكتاب بس بيكون شغل تعمله بس الكتاب ولا يتعامل مع الناس لا يحترم لأنه الكتاب شغل أقصى ما فيها تسكر حقه عجل بس الناس في خلاف في نعم في لا في عصبوني في نفذوني في كذا لذلك أنا يعني أوجدت أو أتيت المصطلحين كليك إفكت وكليك إفكت كليك إفكت الناس اللي مشغولين كثير بالجيم والبلاي ستيشن والجرافيك ديزاين والفوتوشوب وكذا كل شغله مع الكمبيوتر لما بيجي يتعامل مع الناس يستصعب ليش؟ لأن الناس مش زي الكليك ما بيقدر يعمل له كليك وسكته ما بيقدر يعمل له الت اف 4 ديليت ما بيقدر يعمل له سويتش اوف واوبن نيو براوزر ما بيقدر الناس تيجي لازم تاخذ تعطي معهم كليك افكت نفس الشيء الكليك افكت اثر التقليد الناس اللي بيقرأوا الكتب بس مع الكتب يصعب عليهم بعد فتره التعامل مع الناس ليش؟ لأنه يتصور أن الناس بنفس صورة الكتب لازم تكون والناس ليش كذلك؟ ولذلك بعض الكتاب المبرزين لما تسمعوا أو تقرأوا تراجمهم في حياتهم كانوا صعبين مع الناس ما يصعب عليهم التعامل مع الناس لأنه الكتاب صار هو الأهم عندهم الكتاب اللي بنصح فيه دائما في بداية الطريق كتاب رسالة في طريق إلى ثقافتنا للشيخ محمود شاكر كتاب بنصح فيه جدا وبنصح مباشرة بعده بالمنقذ من الضلال لأبو حامد الغزالي هذول الكتابين بنصح قبل أي شيء يعني إن شاء الله معلش يعني تعالوا على حالكم أخروا لي أحلام السلام شوي أخروا لي باولو كويلو شوي يعني أخروا لي إياهم أخروا لي دوستويفسكي وجورج أورويل أخروا لي إياهم خلونا شوي مع بعض الثقافة وبعدين أقرأوا لي بكم هذا الكتاب طبعا مو في كتاب قبله بس يعني هذا الكتاب أظن يغني شوي في هذا المجال في كتاب اسمه ودخلت الخيل الأزهر محمد جلالكش وبعدين كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا هذول بيورجوكم كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن كيف الحملة الفرنسية أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن كيف تركتنا الحملة الفرنسية في أسوأ حال وكيف أصبح حملات التغريب ورجعوا لنا الناس علمونا علوم الغرب وضحكوا علينا فيها وطلعونا إحنا ناس ما بنفهم شيء وإلى آخره نصيحتي ابدأوا بكتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا وألحقوه بكتاب الموقف من الضلال لأبو حامد الغزالي مهم جدا لما تقرأ مهم جدا لما تقرأوا عليكم التدوين دوروا شو في أسئلتكم جاوبوها من هذا الكتاب يعني أنت لما قلت هذا الكتاب ليش؟ والله عشان صاحب الحكاية صاحب الحكاية انسبه عشان شفت فلان هذاك اليوم المحاضر جاب منه مقتطف عجبني انسبه لأن الكتاب يجيب عن مشكلة مغربيتني نعم خذ الكتاب وخليه جنبك بالمكتب وبالسرير وبالسيارة وبالباص وبالكوستر وبالسيرفيس
لكنه عشان اعرف انه هذا الكتاب يجيب ولا لا يجيب لازم يكون عندي ورقه مكتوب فيها ايش الاسئله اللي عم تلح علي الايام. وبعد ما امسك الكتاب شو بنصح؟ اقرأوا دائما المقدمه والفرص، دائما المقدمه والفرص. احيانا يغني عن المقدمه الغلاف الاخير المقتطف اللي بيكون ماخذينه، طيب سينابسس بيسموه، طيب هذا يغني احيانا. لكن مهم تطلعوا على الفهرس، الفهرس حتيجي عينكم على الاشياء اللي انتم اوريدي كتبتوها، راح تلقطوها فورا وتعرفوا الكتاب ينفع ولا ما ينفع. طيب دوروا الاسئله، دوروا الاجابات. طبعا اذا كنتوا بالجماعه اللي كثير بتحبوا تقتنوا الكتاب دوروا عليه، اذا ممكن تقتنوا الكتاب وتكونوا كرام ما دوروا عليه، دوروا برا. انا من الناس اللي لا يمكن اخلي الكتاب مني، الكتاب اللي يقرا يطبع فورا ما بخليه مني، خلاص اخذت خلاصته عندي وبعطيه للناس. اللهم الا يمكن هلا مركز مكاني عم يعمل له مكتبه، فبعض الكتب يعني بلشت احتفظ فيها كمراجع للناس اللي الاستعارة. لكنه التدوين مهم وترك الملاحظات مهم. خلاص انا طلعت قلت باش في محل ثاني. طيب نصيحه من قارئ محترف واعني به احمد سالم يقول: الصبر على القراءه والمداومه فيها بغير ملل يحتاج لتطبيع النفس بعادتين اساسيتين للقراءه. الاولى أن يكون للإنسان حد أدنى من الصفحات لا ينزل عنه يومياً إلا في الضرورات القصوى، ليس من هذه الضرورات الامتحانات أو حلقة حازم أبو إسماعيل أو ماتش برشلونة. طيب يعني لازم يكون في عندك حد أدنى كثير ركز فيه. طيب الثانية ألا تقطع كتاباً بعد بدايته مهما بدا لك مملاً أو غير مفهوم، إذا بدأت في كتاب فانتهي منه مهما كانت الظروف. ليش عم بحكي هيك أحمد الله أعلم؟ لانه اذا بلشت اي كتاب اتمنى منه لا تنهي كتابه، ما راح حيكون دائما مزاجه متحكم. فمهما كان الكتاب ممل خلصوا منه، خذوا منه لغه، خذوا منه كتاب. لو ما اخذتوا منه الا عاده الصبر على انه تخلصوا الكتاب بكفي. طيب يعني هاي نصيحه مهمه. يقول: فان قلت مطلقا قلت لك ان تطلب صناعه منهجك في النظر، في الطلب في النظر. فإن قلت لي وما أصنع به، قلت لك أن تنظر في كل باب مهما كان من نظر من نظر فيه من قبلك، وأن تطلبه كأنما لم ينظر فيه أحد. فإن قلت لي إلى متى، قلت لك إلى أن يقبضك الله. فإن قلت لي ذاك أمر يطول ولا يفرغ منه، قلت لك كذلك تنفس الهواء أمر يطول ولا يفرغ منه. فإن قلت لي ولكنني لا أبلغ بهذا كل حاجة ولا جميع ما أطلب، قلت لك ولا يبلغ جميع حاجته من ذلك إلا الأنبياء، وحتى هم تبقى عليهم أبواب لا يبلغونها بعلمها. فإن قلت لي هذا شاق، قلت لك لولا مشقة سال الناس كلهم الجهد يفقر والإقدام قتال. قلتها قبل شوي، أي كتاب تقرأوه انقذوا. تعجبني كلمة رجل أحمد فيها: في بناء منهجي في التفكير وإلى أن يستوي هذا المنهج، علي أن لا أستعجل الاقتناع بالأفكار وأن أقف منها دائما موقف القاضي الذي يؤجل القضية هجمية. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لا تستعجل، ما يقنعكم واحد أنه كثير من الأشياء تقرأها بظن أنه هذا خدم العلم فيها، تكتشفوا أنه كاتب آخر راح نقض كل اللي حكاها. فلا تستعجل، اتقوا المتقين حكينا عنه. في التدوين مرة أخرى، ما الذي أبحث عنه؟ أسئلة وشبهات، فضول، حاجة، تعليقات. ربنا فتح عليكم شغل اكتبوها. وهل تمت تلبيته ما لدي؟ هل اللي انا كنت بدي اياه من الكتاب حصلت عليه ولا لا؟ هذا ربما يدور. ماذا عن الروايات باختصار؟ الروايات مشاكلها كثيره، لكن حتى اكون من باب الانصاف، الروايات في لها فوائد وفي لها مضار. فوائدها مدخل الى عالم القراءه، زي ما حكيت قبل شوي، كتاب كبير مستصفه. لو السبيل الى قراءته قراءه روايه اقرا روايه ما عندي مشكله، بس المهم تكون روايه ما تندموش عليها بعدين. طيب؟ اكتساب اللغة والمفهوم بس، علوم مختلفة وثقافات متنوعة. بعض الروايات تفتح لكم ثقافات، تفتح لكم معرفة في أوروبا القديمة، أوروبا الحديثة، أمريكا كيف تكون. بعض الروايات تعطي هذا كله. العودة إلى الماضي والوسط الحاضر والسفر إلى المستقبل، تدريب على الخلوة بالنفس، هي بعلق عليها دائما. دكتور أنا بختلف بنفسي، كيف بقرأ رواية؟
الواقع، لا انت عم تخلقي خلوه وهميه لنفسك، يعني عم تعيشي مع كل شخصيات الواقع، هي مش خلوه كبيره، هي خلوه وهميه. تدريب النفس على القراءه، بعض الناس بتعلم قراءه الناس من الروايه، لكنه كثير من الناس لا، بتلاقيها زي ما بحكي بتنطق على الظهر 500 طعنه لكنها بتخرج. طب شو تعلمتي من الروايه؟ لا بعرفش، بس هو منسيه حالي الخروج من عالم المكتب. مضار الروايات ضياع الوقت، الانقياد لفكر الكاتب والكاتبه. كثير من الناس اللي بيطلعوا هالايام بانين معرفتهم الروايات مش كتب الحكي فيها. وهم المعرفه، وهم الاجتماعيه، انا اجتماعي طبعا، ما عايش مع الابطال الوهميين زي اللي عنده 1000 فولور على تويتر، هو عايش في حاله وهميه من الاجتماع. وهم القوه الشخصيه الرومانسيه، وهي حدث ولا حرج طبعا، الضعف النفسي والاجتماعي. الشيء الاخير اللي بدي احكيه، في منهج للكتب موجود في art of life.net، اكتبوا art of life.net، اكتبوا منهج القراءه، حتشوفوا ماده طويله انا كاتب فيها مقدمات في القراءه وكذا، وفي الاخر ايش الشيء اللي بنصح فيه في الاصول، اصول الدين، اصول الفقه، المنطق، التفكير، كل ماده بنصح بهذا الكتاب او هذا الكتاب او هذا الكتاب. ايش ما بيوقع تحت ايدكم ابداوا فيه، ما تستنوا اشياء كثيره. طيب ممكن اخذ سؤال ولا خلاص لازم نجي؟ سؤال واحد حاب سؤال، تفضل. التعلق بايش؟ انت عم تسالني عن المرض عندي يعني؟ لو كاتب انا اعجبت بمدرستي عموما، كيف ممكن ما اقع في فخ من كل كتبه؟ وهي انا عالجتها طبعا، لما عم بحكي عن المرض يعني الحمد لله عالج المرض. كيف؟ لما اجي على هذا الكاتب ويعجبني الكتاب واقول انه واضح انه هذا كل ما يكتبه اكيد راح يكون رائع، اكتشفت مؤخرا ان الكتب تكون فيها كميه كثيره من التكرار لنفس الكاتب. ليش؟ مش لانه كاتب سيء، لأنه الفكرة مسيطرة عليه، لكنه يكررها بصيغة مختلفة وربما هكذا. طيب فشو صرت أسوي لما أروح على الكتاب الجديد؟ أتصفح مقدمة وفهرس والكتاب نفسه، لأني أنا مطلع على الأصل أو على شيء من قبل، بتصير عيني عم تلقط التشابهات وعم تفرز المختلف. فإذا كان حجم المختلف في هذا الكتاب كبير باخذه، وإذا كان حجم المختلف قليل أحياناً بقرأ وأنا واقف وأرجع في مكانه. أنا هذا بسوي. أحياناً بقرأ المختلف بالكتاب الجديد تبع نفس الكاتب الحبيب إلى قلبي، ثم أعيده إلى مكانه. طيب. أما قضية كيف لا أتعلم، هاي بالبدايات حتقعي فيها حتقعي، لكن بعد شوي بتصير عندك مكانتك النفسية وبصير عندك قالبك النفسي اللي لا تسمحي إنه أي قناع آخر يجي ينحط عليك. شئت يا ما بيتي بعد فترة راح تصير لنفسك. طيب. لكن في البدايات الكل بيتقمص، حتى هذول المراهقين النهضة بيجي يعني بينفش ريشه عليك، اصلا انت واضح انك مسلم عقلك لكذا، بقول له بكل بساطه وانت مسلم عقلك لمين؟ لان الجمله اللي حكيتها هيك كاني قراتها يعني وردي في بعض الصلاه، كاني قراتها لنيتشي بهكذا تكلم زغرشت. يعني انت كمان تطلعش علي كثير، يعني انت بتعمل قلق بس انت جايب نفسي اكثر مني، انا متواضع شوي انت يعني لكن بعد فترة تتخلص منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعتذر على تأخري، أعتذر إذا كان في أشياء لازم تنحكى وما انحكت، أعتذر إذا أسأنا لبعض الأمثلة التي طرحناها، لكن يعلم الله أن نطلع بفائدة إن شاء الله. يعطيكم العافية.